فضلوا يحتفلوا بفرحهم لمدة 7 شهور، وبين كل شهر والتاني بيعملوا احتفالية كبيرة وبيدعوا فيها بال50,000 فرد، وبيجهزوا ليلة كبيرة اللي هزت العالم كله، حفل زفاف أسطوري لأنان تامبني الابن الأصغر للملياردير وأغنى رجل أعمال في آسيا وصديقته راديكا. تعالوا نشوف إيه الحكاية. حدث ضخم كان في الساعات اللي فاتت بعد ما احتفل نجل موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا بحفل زفافه بعد سلسلة من الاحتفالات اللي اتعملت على مدار السنة، والبداية كانت من يوم الجمعة، لكن هيستمر حفل زفاف أنانت صاحب 29 عام وصديقته راديكا اللي عندها نفس السن على مدار 4 أيام، واللي هيكون بحضور مشاهير ونخبة من رجال الأعمال والسياسيين. بحسب التقارير كشفت عن حفل زفاف أسطوري وتفاصيل الاحتفال، وقالت إن سلسلة الاحتفالات اللي انطلقت في ديسمبر اللي فات واستمرت لمدة 7 شهور كانت حاجة استثنائية حتى في عالم حفلات الزفاف الهندية الكبرى والضخمة. بداية القصة كانت في 29 ديسمبر لما تقدم أنانت لخطوبة راديكا في معبد في ولاية راجستان الشمالية، وكان الموضوع مقتصر بس على العيلة والمقربين منهم. ميريشانت شاركت في حفل بعدها كان تقليدي وتعمل في 18 يناير، وفي الوقت ده تم تزيين ايديها ورجليها بالحنة، لكن في اليوم الثاني عمل الثنائي حفل خطوبتهم بمشاركة أكبر الأسماء في بوليود، وكان من ضمن الحضور الممثلين أشوريا راي باتشان وديبيكا وبادوكون ورانفير سينجا. تخلص الحفلات على كده؟ لأ، العيلة فاجأت الكل في مارس اللي فات وعملت حفل ضخم في مدينة جامنجار الغربية، وتضمن رقصات مصممة على طراز بوليود وألعاب نارية ووليمة مكونة من 500 طبق تم طهيها من قبل حوالي 100 طبخ، وشهد الحفل اللي تعمل العروسين حضور النجمة ريهانا، وكمان حضر الحفل عدد من الأثرياء في العالم زي الملياردير مارك زوكربيرج وبيل جيتس وكمان إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كونشر مع بنتهم. قبل الحفل استضافت عائلة أمباني كمان مأدبة عشاء جماعية لأكثر من 50,000 قروي خارج جامنجار، وانطلقت عائلة أمباني في رحلة بحرية أوروبية لمدتها 4 أيام على متن سفينة فاخرة مستأجرة، وبدأت الرحلة من مدينة باليرمو الصقلية وانتهت في روما. ورغم طلب عدم استخدام الهواتف، لكن أظهرت مقاطع الفيديو المسربة على وسائل التواصل الاجتماعي حفلات موسيقية على سطح السفينة لفرق عالمية. مش بس كده، لكن كمان عملوا حفل جديد واللي كان على طريقة حفلات التنكر في قصر في مدينة كانا، وشهد عرض لكيتي بيري، وبعدها كان في احتفالية مسائية تانية على الريفيرا الإيطالية. في بداية شهر يوليو الحالي كان في مفاجأة من العروسين اللي عملوا حفل زفاف جماعي وسموه بسامو فيفا في بلدة بلغار.